أخيرا في تطور صار على عمل الموظف في جوانب مرة متعددة، سواء كان في العمل الزمني أو حتى في المهام المنوطة بالموظف أو الآليات اللي موجودة فيه أو حتى رأي الموظف أو حتى التقنية اللي يستخدمها الموظف أو حتى مبادرات الموظف. الشباب أعدوا صورة إنفوغرافيك جميلة تعبر عن تطور الموظف، خلينا نشوفها وندردش فيها كذا حبة حبة من واقع العمل الذي نعايشه. أول شيء العمل من 5 إلى 9 ساعات، كان هذا نظام العمل عند الموظف. الفترة الحالية تطور الموظف صار العمل في أي وقت، يعني يعمل في أي وقت سواء كان في البيت في هو جزء من عمله، يعني تلاقيه يباشر جزء من العمل. مثال بسيط عشان بعضهم يقول لك والله لا أنتوا تبالغون، يعني في بيتك تستخدم الهاتف للعمل، تلاقي مديرك يدق عليك يقول لك وش سويت في كذا وش صار له، فأنت تمارس نوع من العمل في أي مكان. يعني العمل لم يصبح يعني محددا بوقت معين بل يزيد منه. برضو من الأشياء اللي هي الأدوات اللي ممكن تساعدك في تنفيذ هذه المهام. جميل. يعني أحيانا واحد عنده جهاز في العمل مثلا لابتوب كمبيوتر مكتبي، حلو، وعنده جهاز مثلا في مكتبه الخاص اللي في البيت، وعنده مثلا جهاز اللي كده الايفون ولا الجالكسي الى اخره. يعني احيانا الواحد، يعني انا مثلا اقدر ارفع اجازه من عملي وانا جالس هنا عن طريق الجوال. احسنت. انجز يعني انجز، اقدر ادير بعض الاشياء، بعض المهام الوظيفيه. يعني في مهام، في مهام جزئيه تنجز عن طريق يعني سمع. الله يسعدك. كيف الخوالة بس؟ والله لك إبداع. عليها؟ والله إبداع. والله؟ والله إبداع. شكرات بالفعل. الله يعني يجعلها مهابيط العافية. الله يسلمك. يعني مو على الشكل. لا أبداً. الشكل صراحة كنا حنة. والله. فتقدر تنجز. ذكرتني بالحنة، بس على طاري الحنة. هات. واحد من الشباب مرة كنا في، أنا في طرعة وطالعة كذا طالعين. فجاء واحد سأل، يعني مسؤول كان صاحب سكن أو شيء جنبنا، فقال له أنتوا شو تسوون هنا؟ فقال له حنا قاعدين. قال له أقول لك بلا حنا بلا نعناع. فكنا الله يرحم والديك. فذكرتني أنت بالحنا حقتي. أسلم. أنا ذكر واحد مدرس أذكر والله في الفدائية كان يقول أنا ما أكل الملوخية في حياتي. سبحان الله. الملوخية والله أنك محروم من نعيم الجنة. قال انا ما لاني اشوفها اذكر الحنة. قلت لا اله الا الله، اجل الله يمنعك منها طول الحياه، خلينا بنتهنى فيها. العمل في اي مكان باستخدام اي جهاز، يعني حلو. يعني وهذه ابو عبد الله على رساله انه الواحد احيانا يعني يقدر ينجز. صحيح. هذه ما هي عوائق، يعني مش عائق. وحتى طبيعه الوظيفه تختلف، يعني ممكن تعلي وظيفه عن بعد، يعني ممكن تشتغل في بيتك، يعني مو شرط انك انت تحضر في مقر الشركه. ما دام الروح فيك. جميل. اذا فيك روح. جميل. فراح تبدع باي وسيله. وهذه يمكن يعني خلينا كذا نحط الفوكس شويه على المعلم. حلو. يعني في معلمين ما شاء الله يخش الحصه مع قلم سبوره، هو يكتب طال عمرك الدرس ويمشي ادى اللي عليه. صح. وفي معلم لا يا حبيبي، معاه اقلام ومعاه وسائل ومعاه لابتوب ومعاه بروجيكتر ومعاه وسائل إبداعية ومعاه فقرات والحي يحييك، والحي يحييك. أيوه. ومعاه فقرات ومعاه كأنه يعني كأنه داخل إلى مكان. صحيح. يغير فيه. صحيح. وهذه يعني لعلها واضحة في الميدان التعليمي. إيش كمان أبو عبد الله؟ من الأشياء اللي يقولونها يعني مثلا استخدام معدات الشركة، أصبح استخدام أي جهاز، يعني أول زي ما تفضلت الأجهزة متنوعة، فمو شرط لازم تدخل من نفس جهاز العمل، ممكن تدخل من جهازك الشخصي، ممكن تدخل من جهازك كذا. فأصبح العمل متطور، يعني ما هو محصور بمكان معين أو جهاز معين. يعني أنت الحين مثلا في عملك تقدر تدخل من أي جهاز. صح. ما هو مرتبط بمكان أو جهاز معين. صحيح. أول كان في تركيز على المدخلات، يعني أنك سوي كذا سوي كذا. الآن ما صار التركيز على المدخلات بقدر ما هو التركيز على المخرجات. المنتج. ايش انتاجيه على المنتج. تجي تقول والله انا اشتغلت ما ادري، يقول لك انا ما همني انت ايش اشتغلت، ابغى في الاخير المنتج. زي المثل هذا الجميل اللي يقول لك ابي ولد يقرا. يقرا. ايه. دخله المدرسه قالوا له وش تبي؟ قال ابي يقرا. لا تقول لي كيف تدرس وهذا شغلك انت، اعطيني بس الزبده. امس كنت كذا اشوف مقطع في اليوتيوب، اكثر 10 أسئلة شيوعا في المقابله الشخصيه. حلو. تمام. وفيها أكثر من مقطع نازل طبعا، هي أتوقع أنها مقاطع
يعني مترجمة. حلو. لكن من الأشياء اللي فيها يعني اللي ممكن تفاجأ الواحد أثناء مقابلة شخصية، أنت كنت تعمل في الجهة الفلانية، ماذا قدمت؟ إيش الشيء اللي قدمته؟ تعرف من وهي يعني فعلاً سؤال صحيح. مو سهل، يعني مو سهل. ماذا قدمت أو ماذا أنتجت بالأصح؟ وفي في 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 مهارات الاتصال في جزء متعلق بفن المقابلة الشخصية ذي. يعني تعرف مثلاً برضو من الأشياء اللي يسألونك ليش أنت تركت وظيفتك السابقة؟ لو كان السبب غير مقنع لهم هذا يخليهم يزهدون في قبولك في الوظيفة. ممكن يسألونك إيش أبرز زي ما تفضلت إنجازاتك؟ والمقابلة فن كامل، يعني اللي ما يتقن هذا الفن يتوهق في المقابلة وممكن يخسر المقابلة، لأنه يقولوا المقابلة هي الورقة الرابحة التي يمكن أن تجتاز فيها أو تكون هي الفرصة للحصول على الوظيفة. إذا فشلت فيها راحت، لأنه السيرة الذاتية هي البوابة. أيوة، السيرة الذاتية هي تعريف، لكن يصدق ذلك أو يكذب هذه المقابلة الشخصية. وهي الآن أصبحت يعني السمة الغالبة في الوظائف، الميل حتى يسوون اختبارات وتبقى المقابلة هي الأصل. ولعل إن شاء الله يوم نأخذ بعض المهارات، لأنه في أشياء يقول لك يمنع أنك أنت تسأل عنها في المقابلة الشخصية، وفي أسئلة متوقعة، يعني لازم أنت تتوقع مجموعة من الأسئلة أنهم يسألونك إياها وتكون محضر إجابة. يعني مثلا أنت جاي تقدم على منشأة، أقل شيء تكون تعرف إيش اسمها، إيش فروعها، إيش الخدمات اللي تقدمها، إيش ماهيتها بشكل تمام، هويتها. يعني مو معقول يسألونك عن جهة أنت جاي تقدم تقول والله أنا سمعت وجيت أقدم، بس يعني ما أنت عارف إيش فيها. أمس بالأصح جانا إيميل في العمل، إحنا حديث الدار وعادي يعني نعيش. الإيميل كان في له توطية قبل مدة أنه لدينا برنامج قادم اسمه برنامج صناعة القادة. حلو، تمام، وأنه راح يكون في تقديم من جميع الموظفين بشروط معينة، وبعدين فرز بالمقابلة الشخصية، وبعدين دخول البرنامج هذا بتعاقد مع جامعات وتأهيل. فأمس بدأ أول خطوة اللي هي الشروط. يوم جت وطالع فيها 1 2 3 4 5، الحمد لله الأمور تمام. دخلنا الخطوة الثانية، انقر على الرابط وتخش على إيش البيانات. كذا سؤال، منها اللغة الإنجليزية. جميل. اللغة الإنجليزية محادثة، تكتب إما ضعيف، متوسط، جيد، مرتفع. طيب، والقراءة وذا. طبعا المحادثة احنا ما راح أقول احنا كنا يعني عشنا في واقع دراسي مؤلم صراحة في موضوع مادة اللغة الإنجليزية بشكل عام، يعني وهذه معانا نعانيها قديما، ونتائجها الآن يعني اللي ما طور نفسه برغبة ممكن يعني يتعب في الشيء هذا، لكن حطيتها كلها مرتفع. فلما واحد من الشباب قال لي أبو حسان والله في المقابلة الشخصية يورق شغلك، قلت خليني أخش المقابلة الشخصية وأنا أتفاهم معهم. جميل. فينا ترى الثقة أحيانا في بعض المواطن. صحيح. يعني أنت ممكن تبين لهم ترى أنه أنا أقدر أكون قائد. حسن. واللغة دي أقدر أتعلمها، يعني أنا الآن يمكن 50% وأقدر أتعلمها، بس ما هي عائق لي. ليست عائق أنك تشارك في هالبرنامج. أشارك. جميل. بالمناسبة فائدة، بما أنك تكلمت عن اللغة، في شيء أكبر شركة توظيف على مستوى الشرق الأوسط سوت دراسة لأبرز 10 مهارات تحتاجها شركات العمل في التوظيف. يعني أنت لما تجي تقدم عندهم 10 أشياء يركزوا عليها، منها رقم 1 مهارات الاتصال، ويركزون فيها على الطلاقة في اللغة العربية والإنجليزية. وهذا يساعد الواحد أنه قبل ما يقدم مثلا للوظيفة أو يقدم يكون عنده تأهيل لما سيقدم عليه، سواء اهتمام في اللغة العربية أو حتى في اللغة الإنجليزية. من الأشياء اللي نرجع بس عشان نختم هالموضوع، أنه قديما كانوا يتبعوا سلم وظيفي لكل الموظفين، الآن سأصبح في سلم خاص بكل موظف. يعني هذا موظف ينجز يستحق الترقية، وهذا موظف ما ينجز يبقى على ما هو عليه. أول كان سنوات خدمتك يعني تمشي، العمل يكون محدد مسبقا. الآن لا، ممكن لما تنخرط في العمل أنك إن نحتاجك في الوظيفة هذه في المجال هذا في المسار هذا تروح تشتغل، ما تقول والله أنا خلقت لهذا الشيء، أيوة، أو أني أنا توظفت عشان كذا. لا، أنه حتى في عقد العمل تجد بعض الأحيان أنه يعني بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، يعني في عملك أنك ممكن تشتغل كذا أو تشتغل كذا. قديما كان في شيء اختزان المعلومات، الآن مشاركة المعلومة، الآن حتى مطلوب منك أنت في موظف في أي جهة أنك تسوق لجهتك من خلال الحديث عنها.
قديما ما كان في رأي للموظف، أنت إيش رأيك الآن، في رأي للموظف ولا ما في رأي للموظف؟ الآن في استطلاع رأي، وفي تعالي يا حبيبي أعطيني عندك وش ما عندك، أي وفي يوم في يوم للموظف مع مثلا إذا كان رئيس إدارة كبيرة أعطنا إيش، وفي إيميلات ترسل، الآن صار تواصل عن طريق الإيميلات. أول كان يعني كان في على قولهم اعتماد على البريد الإلكتروني، الآن أصبح الاعتماد على شيء أكبر من كذا، يعني كل وسيلة يمكن أن يتواصلوا فيها معك أصبحت متاحة. صح. أول كان يعني مثلا بريد إلكتروني مثلا هو المتاح داخل الشركة، الآن أصبح لا، كله الموضوع مفتوح والشبكة مفتوحة. طيب برضو من الأشياء اللي هي التركيز على التعلم والتكيف، إنه بحيث الواحد أنه يحاول يطور نفسه في البيئة اللي هو فيها، يعني أنا كيف أتعلم وتكيف مع الواقع اللي أنا فيه، أنا حطوني مثلا سكرتير كيف أتعايش وأتعلم وأطور نفسي في هالشيء وكيف. جميل جميل تمام. طيب يعني هذه بعض الأشياء اللي تقول لنا أنه ترى عملية التوظيف تطورت، ليست يعني كسابقتها، وإن لم تتقدم تتقادم، يعني لابد أنك أنت تواكب هذه التقنيات وهذه الأمور حتى تكون أكثر تميزا في عملك. يمكن أول الواحد صح. كانت معاييره محدودة، الآن لا، إيش هي المبادرات، إيش هي مشاركتك، إيش هو تفعيلك حتى تصبح أكثر تميزا في العمل. صح.